أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: لقد كثر الكلام في هذه الأيام عن الاستمطار، وأن المطر الذي نزل علينا إنما هو بسبب الاستمطار، واغتر بهذا كثير من العوام بما بين قابل وراد، فما هو التوجيه من فضيلتكم؟ هذا من الفتن أيضا، هذا من الفتن، كما قلت لكم ظهر الذين يدعون علم الغيب في الفضائيات وإخبار الناس بالأمور الغيبية وإخبارهم ببروجهم ومواليدهم وأنهم أصحاب سعادة وأصحاب بؤس، كذلك استنزال الأمطار. المطر الله جل وعلا يقول: أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ هل يقولون نعم نحن المنزلون؟ يقولون لله ما أنت المنزل، نحن المنزلون. إن قالوا هذا كفروا، إن قالوا هذا كفروا والعياذ بالله. وهذا في بلاد أوروبا وأفريقيا وغيرها تشكو من الجفاف وقلة الأمطار، وراء ما انفعتهم طياراتهم وأشغالهم، وراهم يجون عندنا هنا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.